أنا تدخل في جمعية في وسط في آخر الموسم وتدخل مع تلقى العديد من اللاعبين اللي زايدين بواو زايدين ماسكراس ولا ماس في النور، فأنت مش تلقى مصاعب وتلقى مشاكل وتلقى صعوبات، أما معناتها نخدمه ولا نرقده، إذا نرقده طبعا ما تصير حتى إصابة، وإذا نخدمه بس بطبيعة الحال معناتها لي جوار كي سون با كومبيتيتيف ولا ناقصين كومبيتيسيون ولا عندهم مدة ما لعبوش بطبيعة الحال معناتها أما باش ترجعهم في هو نيفو وألا باش تبعد عليهم، على خاطر الإحصائية تاعنا احنا قاعدين نخدموا هذاك بوكو دو ستاتيستيك مثلا نحكي على عمر جمال. عمر جمال لو بود دو سيمين معناتها كي نعملوا له المعادل نتاع السيون تونترينمون هذاك لو ماتش كنا جويه في انفلاند تلقى 35 مينوت بار جور سي كيفي معناتها فماش راق وما فماش معناتها نزلنا عليهم هو ناقص كومبيتيسيون عنده مدة طويلة باش كيفاش باش نخلطوه باش نلقاوه معناتها في بيريود معناتها كومبيتيتيف كي تو دو مانيير معناتها انا ملتيبلي لي نومبر دو ماتش سا سيور على خاطر معناتها لي كونكورون تاعنا قاعدين برشا ماتشات واحنا ما عندناش ماتشات انا ملتيبلي لي نومبر دو ماتش تعريف معناتها لي زاكسيدون هذوما وعندها حتى مسؤوليه فيهم والناس الكل كي نخدموا اون اتوات كولابوراسيون افيك لو ستاف ميديكال وستاف تكنيك وستاف فيزيك وما زلناش حاجه كبيره تدعي معناتها الريس معناتها لازمنا احنا نكونوا تري سوليدير مع بعضنا في هذا كيف باس وجمعيه ماشيه مليح فانت اون تران دي بيان سي تري ساتيسفي دي روندمون دو ليكيب الماتشات نتاعها كل اللي لعبتها ونشوف الجمعيه قاعده تتحسن في لو بليز امبورتون بور مو.